الاهلي والزمالك زمان عن دلوقتي بخلاف موضوع الجماهير وغياب الجماهير؟ باختلاف غياب الجماهير وموضوع الجماهير، هي مباراة جماهيرية برضو، يعني هتحس الدنيا كلها بكرة مستنية المباراة دي بفارغ الصبر، مستنيين في كل واحد على انتمائه، وكل واحد في فكره، وكل واحد في شخصيته اللي بيحب يشوف فرقته فيها بيتمناها بكرة زي ما أسامة قال. يعني قال لك أنا الفرديات بكرة، الخبرة بتاعة الملعب شكلها إيه، عدم الضغوط على الفريق. إنما إحنا أيامنا، إحنا أيام ما إحنا كنا بنلعب، أنا بالنسبة لي كانت أسهل مباراة. ليه بقى اسهل مباراه؟ مفيش لعيب بيجرؤ يعادل، خدت بالك في مباراه الاهلي والزمالك، يلعب مان تو مان على لعيب ولا يمسكه، وتستلم براحتك خالص. تقدر اسامه عارف كده، اقدر اشوف اسامه واديها له في مساحات، اعمل فارق سرعات بيني وبين محمد صلاح. صحيح. محمد صلاح على طول اتاكينج، وهو البلاي ميكر بتاع نادي الزمالك، فكانت التعليمات بالنسبه لي انا ما يتقدمش علينا. لما انا بمسكه ما يتقدمش علينا، واحنا بنقطع الكوره فرقتي كلها حاسه بسرعه مصطفى عبده وسرعتي. طبعا. بنعمل الكونتر اتاك بسرعه، وطبعا معانا الكبرى في بيستناها في اي وقت. ده الشكل اللي احنا كنا بنلعب عليه، وده الثقه اللي الجماهير بتبقى رايحه عايز تتفرج علينا فيه. لما بيبقى فيه اخفاقات او بيبقى فيه عدم التوفيق في الاول وتوفيق فرقه تانية على فرقه، ده اللي بيرجعك بحماس اكتر او بيحبطك شويه لمده 5 دقائق، فتلاقي فيه اداء بيرتفع شويه في فرقه نادي الزمالك لما بتجيب جول، واداء الريفنج بيبقى اقوى، فيطلع الاهلي كسبان 4-2. احنا المنتدى اللي اتكلمنا عليها بتاعت 4-2 دي، احنا كنا مغلوبين 2-1 لغايه خلاص الماتش هيخلص، جبنا 3 اجوال في 10 دقائق الماتش خلص، وحتى كابتن لطيف ارحمه قال لك خلاص هم خدوا الكاس واحنا خدنا الدوري. يعني بقى بيسميها هم واحنا. يعني ما كانش فيه حتى حد يقدر يخبي الحب بتاعه، كانت الناس بتحب بعض كلها، ما كانش فيه اي حاجه من اللي بيتكلم عنها اسامه دي. الجماهير كلها قاعده مع بعض، كل يعني احنا عيله رايحين، نصنا زمالك ونصنا اهلي، كويس موجودين في الملعب، ويضحكوا بعد كده لما ده يجي يقول لك اه بس ده عمل ده. ما كانش في تجاوز الحقيقه، بس كان اللي اقدر اقوله لك شخصيا، انا عندي علاقه بلعيبه نادي الزمالك لحد دلوقتي، وبعد ما كان بيخلص ماتش الاهلي والزمالك اسامه ما كانش غير ان احنا بنتقابل بعض، او بنتقابل بنتعالج تاني يوم عند كابتن مصطفى الله يرحمه لو تفتكر، الله يرحمه، في نادي المقاولين العرب، كان هو اللي بيعمل لنا الريكفرنج بتاعنا، وفاروق جعفر يهزر مع صلاح يقول له شريف اهو ومش عارف ايه، واحنا فكانت اجواء جميله جدا بالنسبه لنا احنا. اساسها الكلام اللي قاله عادل عبد الرحمن كابتن صالح، قال الجماهير هتقابلك ازاي بعد الماتش. صحيح. هي طب ايه اللي اختلف بقى بين الجمهور واللاعب؟ السوشيال ميديا بقى شحنت. هي السبب الرئيسي؟ السبب الرئيسي السوشيال ميديا، والدفاع عن قدراتك انت في وسط الملعب. وكل واحد بقى دلوقتي العمليه غيرنا احنا ايامنا، ايمن احنا وانت كنا بنحب نلعب. صحيح. عايزين نتحط في الفرقه وخلاص، عايزين نبقى قدام الناس بنلعب. دلوقتي الحكايه فيها احتراف وفيها لغه دوليه، عايز اطلع بره الناس تشوفني، مباراه زي دي مهمه جدا العالم كله اتعرف عليا. ياما مباريات زي دي طلعت ناس احترفت في تركيا وحاجات كده، وبتعمل كارير لنفسك وبتعمل سي في وبتعمل كل حاجه. فزمان غير دلوقتي الحقيقه، الملعب زمان غير دلوقتي، اللبس غير دلوقتي، الشوز اللي بنلعب بيه في فرايتي دلوقتي، عندك 3 أو 4 شوز تقدر تغير فيهم. الامكانيات اللي هي موجوده دلوقتي تتيح ليك ان انت تقدم احسن ما فيك، مع ايه؟ مع ان اللي حصل دلوقتي المواهب قلت شويه عن ايام زمان.